المدارس احتفلت ازاي بذكرى السادس من اكتوبر. احتفالنا بحرب السادس من اكتوبر هو قيمه وطنيه وقيمه بتدفع التلاميذ انهم يبقى عندهم انتماء شديد للوطن وبتتعلم منها دروس. بنخلد ذكرى غاليه علينا، مش غاليه عليا انا بس، غاليه على كل مصري عاش اللحظه او عاش تاريخ حدوث حرب او معركه السادس من اكتوبر. احنا النهارده الذكرى رقم 44 لاحتفالات السادس من اكتوبر. المدرسه عليها طقوس خاصه. المدرسة عندنا في 7686 طالب، بيعتبروا من دعائم نهضة الوطن، أكبر مدرسة كمية طلاب من البنين. لازم نغرس في قلوبهم يعني إيه انتصار، يعني إيه وطن، يعني إيه الانتماء للوطن. تعرف إيه عن حرب أكتوبر؟ هي حرب كانت ما بين مصر واسرائيل، والحمد لله بفضل ربنا فزنا عليهم وعبرنا خط بارليف. مصر 73 اثبتت للعالم كله اللي هي جيشها قوي، يعني يقدر يقوم في اي وقت. طبعا حرب عظيمه قدر فيها الجندي المصري ان هو يرجع ارضه وشبه جزيره سيناء، وهي اصلا تعتبر جزء مهم جدا من مصر. حرب العزه والكرامه، وان الجيش المصري جيش قوي عظيم، انه قدر يعدي خط بارليف في 6 ساعات وفي عز السيوف. الجندي المصري كان مصمم ان هو يكسب الحرب مهما كان الجنود وزمايله كانوا بيتوفوا جنبه. نفسك تخش الجيش؟ يعني احساس حلو جدا ان انت تمسك السلاح وتحارب وتحمي بلد. ابقى جندي مجنب من جيش مصر، وده حاجه عظيمه بالنسبه لي، عشان نبقى زي الشهداء اللي مسكوا السلاح وحاربوا ونحمي مصر وبلدنا. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوانه النصر الثوري في كل بلد أحرار. عاش الجيل الصايب، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش الجيل الصايب، عاش جيل من شعب مجاهد، عاش عاش ابني ويجاهد، عاش بكفاحه الخالد، عاش ابني ويجاهد، عاش بكفاحه الخالد، راجل واحد مبدأ واحد، عاش جيل ثوري. شكرا لزميلتي مرام حسين. انا فرحانه قوي بالاطفال والطلاب اللي في التقرير ده. لازم نعلم ولادنا قيمه هذا الانتصار. انا ساعات ببقى زعلانه قوي حتى من نفسنا كاولياء امور لما نقعد طول الوقت نركز في ان احنا بنعلم ولادنا هيجيبوا كام في الدراسات، وهيجيبوا كام في العربي، وهيجيبوا كام في الرياضه، وهيجيبوا. مش هو ده التعليم؟ التعليم هو قيمه، والوزاره دي كانوا بيسموها وما زالوا بيسموها كده وزاره التربيه والتعليم. قدمت التربية عن التعليم، وفي التربية بتبقى القيم. لما ندرس لولادنا القيم كل حاجة بعد كده هتبقى سهلة. التعليم هيجي، واصل العصر تطور بقى فيه الأجهزة دي، تقدر تعمل بحث عن أي حاجة. المهم إن احنا نغرس جوه ولادنا قيم الاجتهاد. كنت بتكلم مع مدرسة في إحدى المدارس، الحقيقة قالت لي عبارة استوقفتني، حسيت إن احنا في أمل يا جماعة، في أمل بجد. قالت لي أهم حاجة إن احنا نخرج أطفال، التعليم هيجي هيجي، المهم ان احنا نشتغل على شخصية الاطفال دول، المهم ان احنا نغرس قيم حقيقية جوه الاطفال دول، المهم ان احنا نخليهم مواطنين عندهم انتماء لبلدهم وسعيهم ان يكونوا مواطنين صالحين او مفيدين لبلدهم. هو ده اللي احنا لازم نركز عليه في التعليم. ما تحاسبوش ولادكم على الدرجات، حاسبوهم هم بيتعلموا ايه، قيمه الاجتهاد، قيمه العمل. لما تشرح له اكتوبر والانتصار العظيم من امه كانت تعاني من الانكسار الى امه رفعت راسها، سنظل كجيل نشعر باننا يعني هناك فضل كبير جدا لهذا الجيل، الجيل الذي يعني تخيلوا لو كنا احنا عايشين في مراره الانكسار والهزيمه دي، طعمها كان صعب قوي. اسألوا الأجيال اللي عاشت ده. رحمة الله على هذا الابن البار لمصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على كل قيادتنا العسكرية، على كل جندي في الجيش المصري، على كل أسرة النهاردة عندها شهيد سقط في هذه الحرب من أجل استعادة الكرامة الإنسانية واستعادة الكرامة المصرية. حتة الكرامة دي يحسها كل من عاش